مرحبا بكم أعزائي المتابعين لقناة التعلم المستمر في هذه الحلقة من سلسلة أنظمة التعلم عن بعد. واليوم نحن نتناول التعلم المدمج أو ما يسمى بالبلندد ليرنينج. في المقدمة نحب نقول بأنه التعلم الإلكتروني اللي حاولنا نقدم له بالحلقة الماضية بدأ يتسع مع التطور الهائل لشبكة الإنترنت، وهذا أدى بأنه الباحثون في مجال التعلم بدأوا يعني يريدون يكون أنه طريقة أو أنظمة تعليمية تجمع بين مزايا التعلم التقليدي عندما يكون المعلم المتعلم في مكان واحد أو face to face أو وجه لوجه، أحيانا بالإنجليزية يسمى brick and mortar، ومزايا التعلم الإلكتروني اللي هي e-learning. وهذه الأنظمة المزيج بين هذول، فمثل ما نشوف بالصورة التعلم المدمج هو بين مزيج بين الأونلاين أو التعلم عن الإنترنت والتعلم اللي هو في الصفوف. هناك طبعاً عدة دراسات حول يعني نسب اللي يكون فيها التعلم على الإنترنت إلى التعلم داخل الصف. في تقرير اللي هي التعلم عن الإنترنت أو الأونلاين ليرنينج كونسورتيوم، هم يقولوا بأنه هاي النسبة تتراوح بين 30 إلى 70%. تعتمد هاي النسبة على نوعية المواد، على هاي مثل ما راح نشرحها بالشرائح القادمة. فالتعلم المدمج حسب موقع Dreambox Learning هناك 6 نماذج شائعة للتعلم المدمج، تختلف طبعا حسب إمكانية المدارس حول نوعية الطلاب أو حسب أنماط التعلم لهؤلاء الطلاب. فهاي الأنماط الستة رح نشرحها واحد واحد. في النموذج الأول هو النموذج المسير على أساس التعلم وجه لوجه، يعني التعلم وجه لوجه يكون هو الأساس، والتعلم المدمج هو نسبة ضئيلة من نسبة التعلم. ففي هذا النموذج ما يكون كل طلاب الصف يخضعون للتعلم المدمج، وإنما فقط نوع معين من الطلاب. قد يكون الطلاب اللي عندهم صعوبات بالتعلم وإنه المدرس يوفر موارد في الإنترنت تساعدهم على الفهم، أو قد تكون طلاب متفوقين ويحتاجون يدرسوا مواد أصعب، فيقوم المدرس بتوفير مواد في الإنترنت اللي هي تكون أصعب من المنهج المقرر. أيضاً النموذج الآخر يسمى بنموذج التدوير، اللي معناه أنه الصف يقسم إلى قسمين أو أكثر، قسم يكون تعليمهم تقليدي والقسم الثاني يتعلم على الإنترنت، وبعدين نقوم بتدوير، يعني أنه اللي على الإنترنت يبدون يتعلمون تعليم تقليدي واللي على التقليدي يروحون على الإنترنت. وهذه التجربة تكون جدا مفيدة بالنسبة للمدارس الابتدائية حسب الدراسات الأمريكية، وأيضا في المدارس اللي ما بتتوفر فيها أجهزة حاسوب بحيث تكفي كل طلاب الصف.
النموذج الثالث هو ما يسمى بنموذج المرن أو فليكس موديل. هذا النموذج يستعمل في الصفوف ذات العدد الكبير من الطلاب، أو خلينا نقول صفوف فيها كثير طلاب، يعني المدرس ما متفرغ للتدريس فقط، لازم يضبط الصف. ففي هذه الحالة يقوم المدرس بتوفير الموارد التعليمية على الحاسوب، والصف يشتغلون على الحاسوب، والمدرس يكون يسندهم يعني، أو يسمع أسئلتهم أو يوجههم، والجانب الآخر يحاول أنه يحافظ على الهدوء داخل الصف. النوع الرابع هو مختبر الإنترنت، وهذا النموذج مفيد للمدارس اللي ما عندها صالات أو مختبرات للإنترنت، فممكن الطلاب يذهبون إلى مدرسة ثانية فيها هذه. وعند ذاك الحالة إذا مدارس فيها شحة بالمدرسين، ممكن إنه هناك مساعدين للمدرسين أو أشخاص ثانيين اللي هم ممكن يساعدون الطلاب في استعمال الحاسوبات، بس مو شرط إنه يكون عندهم يعني مدرسين. النموذج الآخر اللي هو عادة يناسب طلاب التعليم العالي والجامعات، والدراسات تحدد بالضبط الطلاب اللي مو بمرحلة أول صف بالدراسات العليا، وإنما بالصف الثاني وما فوقه. وهو أكثر إنه مثل ما نشوف من الاسم، إنه الطالب هو يعني المدرس يحدد مواد معينة ومصادر معينة اللي الطالب يقدر يدرسها، والطلاب على يعني وقتهم الخاص وحسب جدولهم الخاص ممكن انه يتابعون هذه المواد. النوع السادس اللي هو عكس النوع الأول، حيث انه يكون الأساس بالتعليم، يعني النسبة الأكبر من الفعاليات التعليمية تكون للتعلم على الإنترنت، والجانب الأقل هو يكون للتعلم وجه لوجه، أو حتى ممكن إنه التعلم وجه لوجه ممكن إنه يختصر إلى التحدث عن طريق الإنترنت، يعني عن طريق سكايب مثلاً، أو عن طريق وسائل واتساب أو تيليجراف وإلى آخره. التعلم المدمج مثل ما شفنا له فوائد كثيرة للتعلم، سواء للمدارس، للطلاب، وأيضا للمدرسين. فأول هذه الفوائد، إنه في الإحصائيات الأمريكية إن الطلاب في المدارس اللي تطبق التعلم المدمج أحسن نتائجه من الطلاب اللي في المدارس اللي فقط تعتمد على التعلم التقليدي. التعلم المدمج مرن، بمعنى انه الاستاذ والطالب ممكن يختارون الوقت اللي يدرسون فيه، يعني مو في ساعات محددة، وممكن يكون التعلم يتم خارج المدرسة، وهذا ايضا يساعد على توفير الوقت للمدرسين والطلاب عندما يكون عندهم جداول مزدحمة. الآخر إنه يدعم العملية التعليمية، لأنه يضيف عليها تنوع أو يخليها إنه ممكن عند اختيار الموارد الدراسية إنه المدرس يختار حسب أنماط التعلم للطلاب، أو إنه هي موارد الطلاب اللي عندهم صعوبات في الدراسة. ويكون عادة هذا التعلم يساعد المدارس ذات الموارد القليلة واللي عندهم شحة بالمدرسين. بعدين التعلم المدمج لكونه يعني مرن، وأيضا بجانب من المرح
يكون مرغوب من الطلاب والمدرسين، وأيضا أنه يكون خصوصي، يعني الطالب ممكن أنه يختار المواد اللي هو يحبها. أيضا هو تعليم مرغوب بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه في كثير من الدول أكو موارد تعليمية مخصصة لهذول الطلاب اللي عندهم مثلا خلينا نقول ديسلكسيا، أو اللي يعانون من صعوبات في التركيز مثل ADHD. فهذا يساعد الطلاب بأنه يخلوهم، يعني يساعدهم على فهم المواد الدراسية اللي عندهم صعوبة. عيوب التعلم المدمج، طبعا ماكو شيء خالي من العيوب. فالتعلم المدمج يتطلب عادة موارد تقنية على شكل حاسبات، وأيضا هاي الموارد قد لا تتوفر في كل دول العالم. أيضا تتطلب مهارات تقنية، وقد يفتقدها المدرسين والطلاب، خاصة المدرسين الكبار بالعمر يجوز عندهم صعوبات، يعني في ما عندهم مهارات تقنية. أيضا أنه الطلاب عندما يستعملون الحاسوب قد يستعملوه لأغراض أخرى، ممكن أنه يشوفون الفيسبوك أو الإيميل أو أي شيء آخر، فبدلا ما أنه تستعمل للدراسة تستعمل لأغراض أخرى. فبالخلاصة أريد نقول بأنه التعلم المدمج يجمع خصائص التعلم التقليدي والإلكتروني، وهاي الجمع يجب أن يكون مخطط ومصمم بحيث أنه يؤدي إلى نتائج دراسية ممتازة، وهاي طبعا من فوائده. لكن من مساوئ لأنه يتطلب موارد تقنية ومهارات رقمية في، يعني ما متوفرة عند كل المدرسين وفي كل المدارس، وذا خاصة في الدول النامية والفقيرة. في ختام حلقتنا نأمل أنه تتابعونا وتشتركوا بقناتنا حتى توصلكم حلقاتنا أولا بأول. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ومع السلامة.